الإحماء والتجهيز لهذا البطل أحمد بن عمير والسيارة رقم 26 وهذه سيلفيا وبرعاية توب سبيد. لحظات وينطلق أحمد بن عمير في هذه التصفيات المؤهلة لنهاية الجولة الثالثة هنا في نادي الإمارات موتور بليكس. بالطبع الانطلاقة لا تكون كما يجب هنا عند المتسابق أحمد بن عمير حفاظا على السيارة، ولكن ما زلنا معكم هنا في التصفيات وفئة السوبر ستريت فور، ما زلنا بانتظار الأبطال والمتأهلين لنهاية هذه الجولة الثالثة. كما عودنا توب سبيد دائما راح يكون في هذه الجولة المنطلق الأول فيها عبد الله بن جرن من الأسماء الصعبة الجميلة والتي لها حضور مميز وأيضا لها وقع على السمع وعلى النفس. عبد الله بن جرن توب سبيد راح يكون أول المنطلقين في هذه الفئة فئة السوبر ستريتين. بعد ان شاهدنا ظهور عبد الله بن جرن بما انه متاهل باي، نرى الان راشد درمك على يمين مضمار السباق، محمد علي على يسار مضمار السباق، كلا سيارتين فورد موستنج، ولكن هناك الالوان المميزه لفريق توب سبيد، وهنا اللون الاسود المتسابق محمد علي على يسار مضمار السباق. راشد الدرمكي توب سبيد على يمين مضمار السباق، راح نشوف توب سبيد راشد الدرمكي طاقم مصاحب لراشد والارشادات والتجهيزات قبل الانطلاقه هنا لهذه التصفيات المؤهله لختام هذه الجوله. التصفيات مؤهلة لسباق فئة السوبر ستريت 8، راشد درمك على يمين مضمار السباق ومحمد علي على يسار مضمار السباق، توب سبيد والالوان الجميلة على اليمين، محمد علي والموستنج الاسود على اليسار. اللحظات وتنطلق هذه التصفية المؤهلة لنهاية هذه الجولة وهذه الفئة فئة السوبر ستريت 8، راشد درمك محمد علي لحظات ونرى الانطلاقة هنا لراشد الدرمكي ومحمد علي. محمد علي ستكون كلمة أم راشد الدرمكي يمشي بخطى ثابتة إلى النهائي، وراشد الدرمكي كما عودنا إلى النهائي وعشر ثواني وسبعة وثلاثين جزء بالمئة من الثانية. ما زلنا معكم جمهورنا الكريم الحاضر معنا هذه الجولة ونهاية الجولة الثالثة هنا بنادي الإمارات موتور بليكس.